اي اعتبار للخدمات اعتبار مدير الحجم مصر تحت على مستوى الاقليم العربي والمستوى المديترينيا والبحر الاحمر في تقديرنا لسواحل تمتد الى 2500 كيلومتر في انشراف على اهم ممر ملاحي دولي عربي ولسانيين والمسؤوليات الملعقة على مصر نتيجه هذه الاوضاع طول السواحل الممر الملاحي الذي يخدم ما يقارب اعتقد 4 مليار شخص في العالم. كل هذه المسؤوليات وضعتها مصر وضعتها في موقع يتطلب جهودا اضافيه ليست اي دوله محليه وهذا ما وجدناه في تميز 4 مناطق حقيقه من طاقه التطبيق. وفضل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ان جعلنا سببا اختيار مصدر حبيب لهذا الحدث التاريخي الذي سيكون له تداعيات الايجابيه والبناء على صناعة مصر. انما انجزناه بمسافه حجر الاساس لمشروعات بحريه ضخمه وفرص استثماريه عديده وفرص عمل وفيره لابنائنا واجيالنا القادمه. وبذلك مهدنا الطريق ليتم وضع الاقتصاد البحري على راس ملف الاقتصاد المصري لانه قاطره التنميه المستدامه والسبيل لتحقيق العمليات الطاقه. وهو يدعو لنا بالافتخار لناتج عملنا خلال الفتره القصيره التي لم تتعدى العشر المباشر. يؤكد لنا ايضا اننا نخطو خطى ثابته نحو تحقيق سلامه بحريه متوافقه مع المعاهدات والاتفاقيات التي تصدر على مستوى